وجمال لكل مشاهدي سي بي سي وبالاخص الشاف ومفيده، بتوحشونا والله من اليوم لليوم، وانا عارفه ان خلاص بقت ايام قليله جدا، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بس يعني دايما على وعد ان احنا دايما هنبقى موجودين معاكم ان شاء الله ربنا ادانا الصحه في رمضان. ازيك يا شاف؟ كل سنه طيب يا فندم. خلي بالك من البول عشان دي اخر بول عندنا بعد ما اتكسرت امبارح. لا في واحده ثانيه كمان ناوي تكسرها. طيب نبتدي النهارده اكلاتنا، برضو احنا داخلين في الايام الاخيره، الستات كتيره جدا بيشتكوا، كل الرسائل بتاعتكم بتوصل لنا ومفيده. شيف شربيني، احنا خلاص مخنا ما بقاش جايب نعمل نطبخ ايه، فالنهارده في عندنا افكار جديده لكل ست هتبتدي تطبخ معانا، احنا تحت امرك، بس ادينا بس هنقول السؤال النهارده واللي جايزته عمره. السؤال بيقول كالاتي: ما اسم القريه، ما اسم قرية نبي الله لوط التي نزل بها العذاب؟ ما اسم قرية نبي الله لوط التي نزل بها العذاب؟ هل هي سدوم ولا ضيعة ولا غمرة؟ سدوم ولا ضيعة ولا غمرة؟ وحاسة عيد لكل اللي بيسمعني، وانا اللي يسمعني لازم يركز معايا. ها المحمول بتاعنا 1725 والارضي 09725، للاسف اس بتاعنا 1725. ده فيما يختص بسؤالنا النهارده، وحظ سعيد لكل اللي بيسمعنا. نيجي للغريمين والغريمات. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت قبل ما اخش الهواء ايمان الاعداد، واللي هي ماسكه الاعداد معايا يعني، وزميلتي وصديقتي وهي اللي ماسكه موضوع الغريمين والغريمات، احنا هنقول لكم الوضع ان شاء الله على بكره وبعده، لان احنا عندنا حاله او حالتين لسه لم يتم فك كربهم. ثلاثه اهي بتخش عليا في الاير بيس، عندنا الثلاثه من الغريمين والغريمات اللي طول فتره الشهر احنا خلصنا كلهم ما عدا ثلاثه. الثلاثه دول من الواضح ان المبالغ اللي عليهم كتير كبيره، فاحنا يعني مفيش حد قادر ان هو يكلمنا ياخد المبلغ كله. فخلينا نقول حاجه، خلينا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نحاول نلم اكبر عدد من الناس اللي عايزين يساعدوا، علشان نحاول نحطهم كلهم في مبلغ من المبالغ الكبيره للثلاثه دول. فاهمين انا قصدي ايه؟ يعني لو احنا كلنا اتكلمنا كل واحد يدينا جزء بسيط نقدر نلم كل الفلوس دي ونحطها مثلا عشان نفك كرب غارم من الثلاثه اللي موجودين لو المبلغ كبير، وجزاكم الله خيرا. وطبعا انا اسفه انا بطلب منكم كده، بس انا عارفه ان انتوا دايما 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 بتحبوا تعملوا الخير، ويعني الواجب ان احنا نساعد بعض. طيب اول غارم موجود معانا، اول ثلاثه بيتم فك كربهم من قبل السي بي سي، تريزا موسى. تريزا موسى اول غريمه عندنا من المنيا. تريزا استدانت لعلاج الزوج بعمليه جراحيه وتعثروا في السداد، عجز الزوج طبعا لانه حتى مش قادر يشتغل. تريزا عليها 500 139 جنيه. تريزا عليها 500 139 جنيه، وبعد التفاوض هو نفس المبلغ، وتم فك كارب تريزا الحمد لله من قبل السي بي سي. الغريمة التانية عفاف رجب من المنيا، استلفت عشان تشتري أجهزة كهربائية علشان تحرقها، وكانت بتسدد أول بأول، وبعدين تعثرت، اتحبس جوزها في قضية سداد، وطبعا مع التكاليف بتاعة القضية دي ما عرفتش تكمل عليها، كان عليها المبلغ كام؟ 14000 جنيه، بعد التفاوض 10000 جنيه، وعفاف رجب تم فك كربك من قبل السي بي سي. أحمد عبد الحميد. تريس عليها 5139 جنيه. احمد عبد الحميد ده الغارم اللي موجود معانا الثالث، وبرده اشترى اساس وموبيليا مستلزمات الجواز بيجهز. طبعا كان منتظم في السداد، كترت عليه المصاريف، الغلو طبعا غلو المعيشه، ما عرفش يوقف عند حد معين. كان عليه كام؟ كان عليه 19500، بعد التفاوض بقى 10000 جنيه، وتم فك كربه من قبل السي بي سي. كده الثلاثه اللي تم فك كربهم من قبل السي بي سي. تريزا هننزل دلوقتي حالا ال عندنا تريزا وعندنا محمد تقريبا، احمد ولا عندنا مين؟ احمد عبد الحميد اخر واحد، احمد عبد الحميد، وعندنا تريزا. احمد عبد الحميد من البحيره، من البحيره، واخر والاحكام اللي عليه 10000 جنيه، ماشي هم عشان بيظبطوا. طيب اهو الغارمين وغارمات اللي تم فك كربهم الحمد لله حاليا من قبل السي بي سي، هي تريزا موسى وعفاف رجب واحمد عبد الحميد، دول خلاص الحمد لله الثلاثه. هيبقى فاضل لنا الغارم او الغارمه بتاعت النهارده، مصطفى محاسن شاكر. محاسن شاكر دي من المنيا، استلفت علشان بتجوز بنتها،
وبنتها برضو بتعاني من مرض الروماتيزم، تحصلت في السداد ما عرفتش تسدد اللي عليها. كم بقى تريزا سوري كم محاسن شاكر؟ محاسن شاكر المبلغ اللي عليها 5000 جنيه، بعد التفاوض 4500 جنيه. احنا محتاجين النهارده نفك كرب محاسن شاكر ب 4500 جنيه. يلا بينا، يلا قبل ما الحلقه تخلص ان شاء الله انا متاكده ان هيتم فك كرب محاسن شاكر من المنيا ب 4500 جنيه، وجزاكم الله خير. طيب زي ما انا قلت لكم احنا كل يوم انتوا بتبعتوا لنا عشان تبتدوا تطبخوا معانا. النهارده بقى شيف شربيني عامل لنا ايه بقى؟ الجمال بتاعه عامل لنا فتت مكدوس، صح؟ ايوه فندم، فتت المكدوس. يعني احنا لمين عندنا حاجات كتيره موجوده ممكن تلاقيها في البيت. فتت المكدوس دي بطاطسين، باذنجانتين، رغيف عيش، شويه لحم مفرومه، يعني بنلم فلفلتين الوان، وهتعملها بالزبادي في الاخر. ايوه فندم. طيب المقادير المطلوبه علشان نعمل فتت المكدوس: بتنجان مكعبات مقلي. في ناس الناس التانيين يا شيف، نعم فندم، او في بلاد بيبقى المكدوس محشي لحمه مفرومه. في كذا بلد بهذا الطريقه بتعمل محشي باللحمه المفرومه، وبناخد برضو عيش وزبادي. احنا طريقتنا شربينيه، فانا ما بقولش ان انتوا غلط، لكن انا بقول احنا لينا طريقه. احنا بنقطع البتنجان مكعبات مقلي، ونجيب نص كيلو لحمه مفرومه، وبطاطس مكعبات مقليه، فلفل رومي مشوي، شامي خبز شامي محمص، سمنه وبصل وبصل مفروم، وتوم وملح وفلفل وبهارات، رشه جوز الطيب وكمون وبقدونس ولوز وسمناء. دي طريقتنا احنا هنا في الشيف ومفيده. انا عارفه ان في ناس هيقول لك احنا ما بنعملهاش كده، اوكي، بس دي طريقه ودي طريقه. انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتعمل لنا اللحمه بصلايه بسبكها مع اللحمه اهو. الصوص ده بيبقى جوسي شويه. انت بتسيبها يعني نص سوا قصدك؟ لا بسويها خالص. اه بس بديها طماطم تبقى جوسي، اوكي، بحيث ان بسقسى بيها ايه الحاجات دي كلها. اه يعني انت انا ماما عملتها لنا ثالث او رابع يوم العيد. ايه في لا ما احنا عمرنا ما هنعرف نعمل زي رمضان. لا بس كانت حلوه، بس هي بتعملها بطريقه مختلفه. بس ما بتعملها، هي بتعملها بلحم الفم. بس ده بتنجان وده بتنجان، وبعدين موسم مش هتلاقي يعني ايه فبيبدا بس هي ما بتعملهاش بتنجان، بنسهل الدنيا، لكن هي نفس الخامات بس انا بضيف معاها. ما هو انا بقول لك بقى، ما كل واحد فينا بيعمل فتت المكدوس دي بطريقته. يعني انا لو كنت هعمل فتت المكدوس كنت هزود كريمه. والله احنا في ايدينا الكريمه اللباني، ما احنا حطينا طحينه. انا عايز اعرف بقى انت هتعمل ايه الطحينه دي. ما انا شايفه ان في طحينه. اه ماشي. هنا بقى حضرتك الفته دي اوكي بتاخد سنيبر بتاع مش عارف، انا بنديها حاجات هنا طبعا رخيصه. ما احنا ما عندناش سنيبر، واحنا عندنا تقشف. لا بالظبط كده، معلش احنا اسفين. يعني مش الناس مسكوني بيهدلوني على السنيبر على الهواء على الفيس؟ فين يقول لك الشيف شربيني بيتكلم على السنيبر والتكشف وبتاع، وهو عامل دي اول يوم رمضان جدي محشي. اه طب ده سفره طبيعي لازم تعمل كده. دي وبعدين احنا يوم في السنه لما نعمل جدي. طب ما احنا بنذبح في العيد. هلو وزعلوا قوي، وان الست كلمتني تاني قالت لي انا كنت بسير الموضوع ده فعلا وبشكرك على ردك، لكن احنا لازم برضو نقول للناس ان احنا بنعمل دي وبنعمل دي. بصوا بس عشان تبقوا فاهمين حاجه، مش 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 دفاعا عن الشيف شربيني، في سي بي سي سفره احنا من ان لاخر لازم نبقى بنعمل اكلات كبيره، لان دي محطه خاصه بالاكل، فطبيعي ان يبقى فيها كده. احنا يمكن في مطبخنا هنا في السي بي سي في شيف ومفيده شويه اقتصادي، علشان احنا محطه عامه، يعني كل ممكن البيوت اللي تقدر وما تقدرش، المتخصصين قوي بيتفرجوا على سي بي سفره، واحنا بنحب نتفرج عشان نمتع نفسنا. وبعدين ما حدش يزعل الشيف شربيني. لا هي الست والله كلمتني وقالت لي انا اللي عملت كذا وانا اللي كتبت كذا، وكنت لازم اشيل الناس عشان اشوف رد فعلهم، لكن انت ردت عليها برد مقنع. اه الانسان المفروض تقنعيني وانا اقنعك باللي بعمله. ايوه بس طبيعي. احنا مثلا احنا هنا ما عندناش مكسرات، وهو هيموت مني. بس لا عندنا هناك مكسرات كتير، بس هنا غير. هنا انت عامل فرشه مكسرات وفرشه هنقول بره. ماشي يا امين، ميرسي. يا روحي هنا. طيب جاهزة يا ست الكل؟ ايوه. صلى على النبي عليك. نديها طبعا سن الثوم، خلي بالك. ايوه انت حطيت هنا الثوم ولا حطيت هنا الثوم؟
حطيت هنا ادي طيب. الصوص بتاعي اهو، يلا اهو. احنا عاملين ماشي مش مشكله، انا فتحت هنا وفتحت هنا. معلش انا ما خدتش بالي، اصل انت عارفه انا مليت الجايه بالدار بتاع السرير بتاع امي، فمعلش انا عينيا. امي كان زمان عندها سرير، كان عندنا حرف سرير كده بهمدان كان عليه داير بنسميه الدار بتاع السرير، برضه كان بيبقى منقرة شوف فيه دانتيل كده وبتاع، بس الله يرحمه كان مش عارف وديته فين. اديتهولي. هو انت اللي خدتيه؟ ما قالتليش شيء. نسيت اقول لك ان ده الدار بتاع الحاجه، عملته ببلوزه. ربنا يخلينا. ماشي ماشي. ما بيفهمش في الموضه خالص على فكره. بلبس النبي حد يروح ياخد يلبس على فكره التيشيرت بتاعه. هذا فتنه ومش هقول له حاجه تانية خالص. فتنه ودخلت بيتنا. ماشي ماشي ماشي. افتح يا محمد افتح الدولاب بتاعك شوف ايه ناقص. بفتن الحاجه عشان تبقى عارفه. ماشي 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 ماشي. طيب المدوس ما باخدش فلفل مشوي خلي بالك، وما باخدش بطاطس. شفت بقى التجديد؟ ما باخدش بطاطس ولا فلفل مشوي. ما هو بص لازم حضرتك يكون في تقلاع جديد. ما هو انت تقلاعنا دي اللي هتودينا في كوالالمبور، لان كل الناس مستغربانه. معلش يا ريت جوهانسبورغ. لا كل الناس مستغربانه، يعني يقول لنا احنا ما بنعملش كده. طب ما نجرب يا جماعه. بقولهم جربوا، هو بيعمل حاجات بنجرب فيها. ادي شويه بس يعني ما تقلقوش. شويه كمون. ماشي. شوية سماق. سماق. شوية بقدونس. بقدونس. شوية ليمون. اوكي. ماشي. اخد حبة توم فريش بقى. توم فريش بقى. ماشي. تمام كده يا ستي؟ اوكي. وادي حبة الفلفل بتوعي دول. نزل. مشويين على فكرة. مشوي. مفروم. مش هقدر اقلب لانه هي ايه هيتهرب. لا ما احنا هنشتغل بقى. بص بقى سعادتك. هنعمل ايه بقى يا ست الكل؟ ايه بقى يا ست الكل؟ ما تجيب بايركس كده حلو. عندي ده طبق صغير ده. طيب حاضر. تفرش لنا في هات لنا يا ابني اهو كان اهو اهو. ايوه كده. نصلي على النبي الاول. ايوه اللهم صل وسلم عليه. بص بقى يا ست كده ادي ناكل. البطاطس بتاعتي. اوكي. اوكي. وادي الباذنجان. اقوم في النص اروح اعمل ايه؟ ايه؟ جايب كبشه من ده. ومغرقه. اهو. الريحة طالعة تحفة. اللهم صل على النبي كده. اوكي ماشي. نخلي دول كده دلوقتي جايبين كده اهو العيش. تمام. ونقوم بقى ايه مزودين عليهم كل حاجة. تمام. ماشي. بص لا لا ما بص احنا هنطلع فاصل بعد كده. الفته لسه بقى ناقصها الزبادي. ادي الزبادي. انت هتعمل له، انا كنت لسه بسالك بقى، انت هتعمل للزبادي توليفه؟ لان انت حاطط طحينه. بص يا ست الكل، الزبادي لو حطيت لها كده هتصلصل وتبقى ايه هتقطع. قوم بقى بربطها بالطحينه كده حبه كمون. يعني انت بتربط الزبادي ايوه بالطحينه. ادي شويه احفظوا دي حركه حلوه دي نميسه. شويه هو بيربط الزبادي بالطحينه علشان ما يفكش منه. حلو كده الكلام ده. تمام. لو حطينا عليها مايونيز تبقى توميه. لا ما ينفعش خالص. ما ينفعش خالص. اقعدي ساكته ومش عارفه كده حضرتك اهو من العيال اللي ما بيعرفوش يطبخوا زيي على الاير بيس. ادي بقى كده. ادي ليه طحينه؟ عشان نربط بيها كده في نفس الوقت عشان ما تقطعش مننا. وادي كمان سن التوم. التوم حلو جدا مع الطحينه. حاطين ليمون وحاطين خل وحاطين كل حاجه. كل حاجه. ايه بقى ايه بعد كده؟ قوم بقى ايه فين الكبشه كانت معايا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. عايز اديها بقى مكسرات؟ اديها. لا ما عندناش. احنا كده حلوين قوي. هنحط ممكن شويه. اهم حاجه البقدونس. اهم حاجه البقدونس لان هي روحها في البقدونس. حط لنا بقى البقدونس
وكده احنا خلصنا اول طبق أحمد. اعتقد لكل الستات بيتفرجوا علينا ده طبق سهل ان احنا نلحق نعمله قبل الفطار أوه. صح ولا غلط؟ بالهنا والشفا. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل لكم بقى كمونيه الفراخ برضو عشان تبقى مكمل حاسب تقع كمونيه الفراخ. عملنا لكم فتة المكدوس وبطريقتنا احنا زي ما انتم شايفينها على الشاشه طالعه تجنن بالهنا والشفا لكل ست قررت انها تعملها. هنعمل لكم حاجه ثانيه النهارده كمونيه الفراخ. انا كنت فاكره كنت بقول للشيف شربين دي الفته بتاعتنا كنت بقول له كمونيه الفراخ يا شيف انا كنت فاكراها ان كمونيه بالكبد والقوانص وكمون كتير لكن الشيف مش هيعملها بالكبد والقوانص هيعملها فعلا بدبابيس فراخ. بص يا ست الكل اي وراك وراك اي وراك فراخ بس بعمل حاجه قبل ما اسوي كمون كده لان هي كمونيه يعني الكمون هو البطل بتاعها وادي شويه دقيق عشان يمسك في ال يعمل لها ايه شخصيه كريسبي ايوه وهي دي اللي هتنزل الاول تاخد ايه وادي شويه توابل ماشي يبقى احنا هنا جايبين وراك الفراخ مخليه مقطعينها حتت صغيره ممكن بعض زي ما انتوا عايزين او بعض او ممكن اعملها بدبابيس زي ما انا عايز بدبابيس بالزور زي ما انتوا عايزين. طيب مقاديرها ايه بقى عشان الكل بتاع احنا ممكن نعمل وراك فراخ او دبابيس فراخ او اي حاجه صغننه تقطع صغير كمون كتير طماطم وبصل وثوم وكرات وكرفس دقيق دي الرشه اللي بنحطها على الكمون زيت ذره وبطاطس بطاطس التقديم يعني ملح وفلفل اسود لا بديها شويه بطاطس معاها برضه التزويق يعني لكن هي زي الاورما كده حضرتك بصي اعملها بطريقه حلوه كده هتحطها مع الكمونيه ولا هتحطها تحتها؟ لا معاها اصل بقى ده بالصوص اوكي بصوص أوكي. يبقى احنا كده حطينا انت حطيت التوم والبصل اهو و10 كيلو سمنه نعم؟ لا ولا حاجه بتكلم على نفسك والله 10 كيلو سمنه خلاص انا فقدت الامل النهارده مين المخرج النهارده؟ هو نفسه بتاع كل يوم هو ما بيتغيرش ناخد ادم على التليفون خلينا ادم ايوه يا ادم ادم ده صغير انت مش سامع حاجه؟ لا ازاي مش سامع حاجه؟ ده انا سامعاك كويس قوي وماما بتقولك احنا على الهوا ادم اتكلم حاجه ادم الو الو يا ادم الو ايوه يا ادم هاي يا طنط بابك كان الشيف شربيني ممكن يا روح معاك يا نور عينيا اللهم صل على النبي ايوه يا عريس الو حبيبي يا ادم ازي حضرتك والله يا ابني انا سمعت صوتك كده بالدنيا عندي صلاة النبي احسن الو انا بحبك يا نور وانا بموت فيك يا روح قلبي اللهم صل على النبي هو بيحبك كمان يا اللهم صل على النبي وانا بموت فيك يا روح قلبي ربنا يحفظك لاهلك يا حبيبي ليك سؤال عندي يا روح قلبي؟ لا هو بس جاي يقول لك ان هو بيحبك اللهم صل على النبي ها عايز ايه يا ادم قول يا حبيبي ممكن تعمل لي كنافه؟ حاضر نعمل لك كنافه بس عشان خاطر عيونك من عيني يا عينيا بشكرك يا ادم من عيني يا عينيا أنا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي طب بذمتك يعني الأطفال دول معجبين بيك على إيه؟ يعني ده سؤال مش قصدي حاجة وحشة منك. أنت يعني رغم إن أنا بشوفك في سفرة بتبقى قاعد ساكت معظم الوقت بتتنرفز بتتخانق معاك حاجة من عند الله كل حاجة بتعملها يعني نعم؟ لا ولا حاجة أنت بترغي بتقولي عايزة إيه بالظبط؟ ولا حاجة أنت مالك وأنا سفرة؟ لا أنا بس عشان والله ساعات بحس إن في سفرة إن أنت بتتخانق مع كل الناس الموجودة بتتخانق معاه؟ وانت مجديني فرصه اعمل حاجه ده انت كبسه على نفسي ما انت كبسه على نفسي مش عارف اتكلم والله النهارده بيقولوا لك انت بتيجي معايا تتحول عشان انا كيوت شفت ازاي شفت القبول ده بتاع ربنا حد حتى لو حد كشري هتعمل فيه ايه بيحبوه الناس نام فيه ايه طيب شوف شربيني احنا كده عملنا ايه عشان انت بتسرح مني انت تشوف الاكل على طول تقعد ساكت لازم تنشف دول بقى عشان كده سموها كمونيه الله كرات وفلفل كرات وكرفس
دي بقى تخلي الريحه بتاعتها جميله جميله اضعاف اضعافها. ادي كمان حبه كمون فريش، دول بيبقوا بقى ايه قريب يعني مش مرين. ايوه عشان ما يمررش مننا بالظبط يعني. عشان لو مرر همرك عيشتك. ايه لو مرر همرر عليك عيشتك. هتمرر علي عيشتي وانا اللي حطيت الكمون ولا انت اللي عملت؟ اللي قلالي؟ انا اللي قلت لك حط كمون دلوقتي. انت اللي قلتي. هات الصلصه. حاضر. شوف انا بسمع الكلام ازاي. يعني يا كيوت يا ترابي على الكيوت اللي عندي. مش مصدقه نفسي. ارحمني يا رب. He's a very cute guy. انا كده احنا خلصنا كده البتاع. خليها تغلي بقى براحتها. اهدي يا مهلا على عمال. مش طيب. كده برضه. تعالى بقى ايه؟ اجي فين؟ ناخد غاده وبعد غاده ناخد الشوربه عشان ممكن تاخد مننا وقت. يلا. ايه رايك؟ يلا يا ست. عشان نلحق ايه نعملها على جزئين يعني. على عيني. غاده ازاي؟ ازيك يا حبيبتي عاملين ايه؟ وحشتوني. عامله ايه يا حبيبتي؟ انت كمان وحشتيني. ازيك يا غاده؟ من يوم ما اكلت يوم الجمعه الفشه والممبار مش عارفه اصلي. مش عايزه اقول لك احنا كلنا كنا في حاله صدمه يعني، بس الحمد لله عدت على خير. عدينا منها. معلش يا غاده اتقطع الخط، حاول تكلمينا مره ثانيه. بصوا احنا هنعمل الشوربه ممكن بعد الفصل. طب ايه انت كده خلاص خلصت دي كمونيه؟ عايز تحط لها حاجه تانية؟ عايز شويه طماطم بوريه. عايز شويه طماطم بوريه يعني معجون طماطم. ما تبقاش فاتحه؟ مش عايزه فاتحه. ودي ماشي دي ماشي. على فكره انتوا اشرار. حط من دي. انزلي هي مالها فاتحه كده دي؟ بس كفايه. اشكرك يا ست الكل. مش عارف من غيرك كنت عملت ولا حاجه والله. والله العظيم انتوا اسال الناس في سفره هيقولوا لك. هيقولوا لك من غيري انت يعني زيرو. يعني تحس انك تايه، تحس انك انت مش لاقي بيتك ومكانك وكده. ماشي. تحس يعني طيب انا خلينا في موضوعنا. مخدره على فكره. انا مخدره. نعم. الاحساس. ايه مخدره الاحساس؟ مخدره ايه؟ مخدره الاحساس. انا مش عارفه انت عامل ده ايه بس هنعرفه. انت بتعمل ايه؟ بشغل بوتاجاز. انت ايه اللي جيت جنبه ليه؟ انا كنت مظبطاه. ما انا اتعلمت. لا انا بس بولع العين الثانيه بس الحمد لله بقيت افهم فيه اهو. عشان تعمل ايه؟ نعمل الاونيون. الاونيون بعد الفاصل. ماشي بقى نقص الفاصل. طب حط بقى البطاطس يلا على الكمونيه. خليها بس تاخد غلوه الاول. تاخد غلوه الاول؟ ايوه. طيب الكمونيه هتاخد غلوه وكده احنا خلصناها، لكن ناقص لنا نعمل لكم ايه بقى في الفاصل اللي جاي؟ هنعمل لكم شوربه بصل من اللي الناس اللي طالبينها كتير جدا 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 شوربه البصل، وهنعمل لكم العصير بتاعنا الكركديه عشان يبقى كده ايه الوجبه كامله. فاصل. خلصنا الفته وخلصنا لكم الكمونيه اهي بتتشكشك على النار. هنعمل لكم دلوقتي شوربه البصل. كتير مننا بيعشق شوربه البصل والشيف شربيني قرر بقى ان هو يعملها لنا. هو دلوقتي حط البصل زي ما انتم شايفين كده، مقاديرنا تنزله قبل ما هو يسرح مننا. استنى خليك دايما بصل متقطع، مشروم وزيت نبات، زبده، دقيق، مرقه، سكر، ملح، فلفل، كريمه، توست، بيض وبقدونس وجبنه مبشوره. طيب البيض والبقدونس والجبنه المبشوره دي اللي انا عارفاه ان احنا بنعملها في طبق ونحطها على التوست. دي بقى تشتري لها وانت قاعده لو سمحتي. يلا اديني اعطيني. حطي كده قدام منك كده. يا اختي علي هات لي هات لي البتاع. فين يا ابني؟ نهله محمد العزب الفرماوي. اهلا يا فندم. ازيك يا نهله؟ اهلا الحمد لله. ازي حضرتك؟ احنا شافوا مفيده يا نهله. اهلا اهلا. ازيك؟ مبروك يا نهله، انت جاوبتي على السؤال بتاع امبارح وكسبتي معانا عمره. الف الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. ميرسي جدا. شكرا. الله يبارك فيكي. مبروك. نهله عندها 53 سنه وفي مصر القديمه وجاوبت على السؤال صح، والف الف مبروك وما تنسيناش في دعواتك. ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا. الف شكر ليكي. الله يخليكي يا حبيبتي. الله يخليكي. الله يخليكي. الف مبروك يا حاجه. السؤال بتاع امبارح اللي جاوبت عليه نهله صح، كم عدد صور الحواميم في القران الكريم؟ وكانت الاجابه الصحيحه 7 صور. مبروك. نيجي بقى نعمل. هات بقى انت دلوقتي عشان اعملها زي ما انت عامله اهو.
صح كده؟ ايوه ماشي اهو ماشي يا باشا. عارف انا من غيرك كنت عملت ايه؟ ايه كل مره اقول له افكره. قولوا له انتوا يا جماعه انا عايزاكم تبعتوا رساله للشربين تقولوا له لو هو من غيري كان هيعمل ايه؟ واشتغلت سايس قدام باب المدينه. ولا برضو مؤهلات. لا الخاتم خاتم الخاتم ده جالي هديه من صديقه ليا قالت لي لازم تلبسيه علشان بانرجي وهو من العقيق سليماني. انا بشكرها فكرتني كمان ميرسي جدا جدا ريم ربنا يخليكي ليا انك افتكرتني وبعتتولي هديه العيد. والله هو انت جبت هديه في العيد برضه؟ والله بدل كعك البسكوت. لا دي صاحبتي قالت لي انا انت مستقطعه كل اصحابك كده؟ كل اصحابي بقى مفيش واحده من صاحبه بتدي له انت حاجه؟ وبنعمل كل حاجه وعلى فكره بقبل تبرعات. انت رامي الكب فك مخاطه جبت على فكره بقبل تبرعات برضه للغريمين والغريمات وهاخد منك هديه المره دي ما تقوليش ربع جنيه عشان عيب قوي. جنيه خلاص لا ولا جنيه ولا جنيه عيب دلوقتي الدنيا غليت 100 جنيه اقل حاجه 100 جنيه 100 ايوه لا 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 عاليه مفيده لو اخويا ما توصلناش لكده 100 جنيه يا لا دوبك يا على فكره يا دوبك 100 جنيه مش تعمل حاجه لا مش فارقه ازاي فارقه عندي انا والله ما هعرف اعمل بيها شعري لا لا طب انا مالي اهو يابا بصرف عليكي لا وانا خلفت كونسيتي لا ده احنا زمايل زمايل اهو زمايل انت هتستقطعيني انا بقالك 30 يوم بتشتغل معايا ايه يعني 100 جنيه؟ اهو الاستطاع لا 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 مش مصدقني مش مصدقني 100 جنيه يا سلام يا وجعتك يا خرام هو انا اجنبي جاي من الخليج كل بالظبط انا اقول له يا عيسوي انت مش كسرت بولتين ب 285 جنيه ب 60 جنيه 285 واحده بس هي ب 60 جنيه بوظت لي كل ال 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 الحاجات اللي جنبك دي بوظت ليه يا عيسوي؟ ليه يا عيسوي؟ تقول لك احنا اخوات يا اخي يقول لك هو انا ساري عربي احنا اخوات يا اخي ده انت جلده مش لازم انك منين؟ خلاص اللي تشوفه يا حاج ايوه كده اللي تشوفه يا حاج اللي تشوفه يا حاج اللي تشوفه يا حاج دلوقتي انا قطعت زي ما هو علمني اقطع العيش ده العيش اللي هيتحط على الوش في الشوربه صح اعتقد ايوه كده. احنا عاملين هنا توليفه بيض وجبنه صح كده يا شيف ايوه يا فندم والبقدونس ايوه كام بيضه ثلاث بيضات وبعد ببتدي ايه ما احنا لسه عندنا وقت ما عندناش استنى اشرح انت بتعمل ايه على فكره انا شغال واحده اهو دلا ايه شفت البصل اه انا مش عارف تفتح عينيك لا ده فلفل اللي جه في عينيك لا مش عارف لا والله فلفل عشان البصل والله فلفل والله العظيم ما عارف مصحف فلفل تحب احط لك البصله في عيني لا خلاص ممكن تقول لي انت عملت ايه حته زبده على النار وشويه زيت ها ومشروم ومكعب مرق انت ده هتضربه في الخلاط ولا هتسيبه لا انا عايزه اعمله بيسس كده ايه رايك انا وانا معاك بس احنا ممكن نضربه لو انت لا 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 لا, لا انا بحب اكلها كده وانا بعمل هو اعطيته الصح كده ايه لا بس استنى يا انسه استنى يا انسه بص استنى ما تعكيش ما بعكش اوعدك نغب كده اهو اوعدك كده اهو طب انا نغب ايوه غب يا اختي لا نغب فوكابلري اوف شيف شربيني از نغب مش نغب غب جايه من غبابه فايزه قول الو لفايزه الو يا ست فايزه اتفضلي يا اخي مش قوي كده فايزه انت سامعانا يا فايزه فايزه معلش كان بقالها كتير وانا ايه هم عمالين يقولوا لي فايزه وانا كنت بعمل تعفير الدي دايما بحطها كده يا ستي كل نعم بحط تعفير الدي عشان تعمل لي شخصيه للبصل ايوه للشرب. كويس انك يعني انت حطيت دلوقتي بصل ايوه وحطيت المشروم وادي الشوربه بتاعتك وتعفير الدقيق وكل بهاراتك صح؟ ايوه ايه بقى البهارات تاني قول لي كده؟ ملح وفلفل وشويه توابل ملح وفلفل وشويه توابل وانا ده العيش اللي بعمله هدخله الفرن هيطلع زي العيش التاني اللي قدامي ده صح كده؟ اللهم صل على النبي عليك انا حاطه بيض وتوم ولا بيض من غير مفيش توم؟ لا حط لو عايز تحط توم مش مشكله لا مش مشكله عشان بصل بس ما تفرشش قوي كده عايزين حط ولا لسه واحده طيب ما انا شايفه لسه اهي بس ايوه مش انت قلت لي غبي غبي براحتك تمام اهو هيطلع بعد ايه لا هو ممكن يطلع بعد ساعه المنظر اللي هو ده تمام هو سهل جدا يطلع طب احنا لسه عندنا الكركديه طيب احنا دلوقتي الكركديه عادي الحاجات دي انا جبت الكركديه اهو
انا غلي انا انت قلت لي اغلي الكركديه غليت الكركديه. الله ينور عليك، ايه الجمال ده؟ احط لك سكر بقى؟ احط كام بقى سكر؟ لا هو كركديه بقى يقبل منك اي سكر انت عايزاه. طيب وعندنا تلج. يعني بص حضرتك ادي السكر اهو وادي المضرب اهو وادي اهو. بقول لك ايه؟ اه استنى احط تلج ماشي. ولا احط هنا التلج ولا نعمل ايه؟ حطيه في الكوبايه احسن، حط هنا احسن. ما بيطلعش. اه لا كله هيطلع باذن الله. حطيت معلقتين سكر معلقتين اه، وسيب بقى اللي عايز بعد كده يشرب كركديه. ايه رايك كده؟ حلو. شفتها بتاعت المدارس؟ شفتها بتاعت المدارس؟ اكسرها اكسرها. ما بتاعت المدارس اكسرها. ايه ده هتعيريني بقى؟ اكسرها. واحد يقول لي انت مش عارف ايه وتقول له اكسرها. ما انا مش فاهم، انا قاعده هنا اقول له اديني هديه 100 جنيه يقول لي ليه؟ سالي عربي. الله حسبي الله ونعم الوكيل. والله كل حاجه تتكسر. الله، هو انت خليته بني ازاي كده؟ نعم. خليت الصوص ده بني ازاي؟ هو البصلية لازم تتحمر على النار. اه يعني انت ما ضفتش حاجه ولا ممكن اديها على قد مجلس لو عايز؟ بس انت حطيت دقيق. اه لازم التعفير دي عشان بطل ليكويد كده. اه عشان يتخن شويه كمان. اه ممكن تديله كريمه ممكن ما تديلوش كريمه، انت تحبيه بليه؟ انا احبه بالكريمه، انا كل حاجه دسمه في حياتي ممكن اعملها. فضلك بتغب انت على طول، ما عامله دايت اصلا. الفوكابلري الجديد النهارده ما تكلمينا عن حته السمنه وحبه الزبده وبتاع وعامله فيها. دي حاجه ودي حاجه. النهارده هنتعلم كلمة غب، وغب يعني معناها حطي كتير. دايس ده كويس. يعني اه حط كتير. معرف يعني معناها حطي كتير بهبل. ايوه كده. ده الفوكابلري الجديد اللي احنا جالنا النهارده. اوكي. عندك بولات اندفيدوال كده؟ بولات اندفيدوال يعني ما بالظبط هو ده. دخل يروح رايح يجيب بولات انديفيديوال. لا هات لي هات البولات. اه والله اكتب لي ليه؟ من كده؟ ما بهرج. انا هو سايبني انا اقلب. وعايزين نجيب كوبايات عشان نفرق. هات لي كوبايات اغرف انا العصير. وهات لي اللهم صل على. طب احنا عايزين نفرش كمان العصير. حاضر. الكمونيه الكمونيه. انا غرفها حاضر. نفرشها؟ يعني جت على الفرشة الغب. لا مش هتعدي يا رب. مش مصدقه نفسي. انت مش عارفه تجمعها خالص؟ انا اه صح. هنغرف النبر. حاضر. هتفرش هنا كمونيه؟ اه الشوربه هنا. اه الشوربه عشان احط عليها اللقمه. عشان تحط عليها اللقمه. انا فهمتك. اللهم صل على النبي. الكمونيه رائعه بالبطاطس الصغيره. ما تبقاش بقى سايسه. انت عامل البطاطس دي ازاي؟ بريزه. ما في معلقه اسمها معلقه بريزي. معلقة بريزي. اه افتكروا افتكروا. آه. معلقة بريزي. ممكن اعمل بقى بطيخ كانتلوب. ممكن اعمل اه حلوة دي. انا هجيب المعلقة دي. تفاح الفروت سلطة. معلقة بريزي موجودة. رش بقى حبة بقدونس. حلو ده. تمام. اتفضلي. الطبق منظره تحفة. عشان بس ما تعيبيش عليا وتفضحيني. مقدر. عشان انت ما بتسكتيش. لا انا مش هسكت. دي الفته. ايوه. دي الكمونيه. يعني احنا من امبارح عاملين فته كفته الرز كانت رائعه، والنهارده ادي الكمونيه اهو، وادي الفته فته المجدوس موجوده، وهنعمل لكم الشوربه والكوبايات اللي موجوده للقمر الدين. هناخد كوبايتين او ثلاثه بس عشان ايه نفرش فيها. كركديه كركديه كركديه. يلا الله على حبه الشوربه يا ست الكل. انت طبعا عاملهم. افكارك حلوه قوي في المشروم، انت جددتيه في الاكل. الايه؟ المشروم انت جددتيه في الاكل. افكار حلوه والله. اه يعني احنا طول عمرنا بنعمل شوربه البصل من غير مشروم، فانت عملتي اضافات جميله. طبعا ميرسي. تربت تتي تتريق عليا طبعا. انا ولا جبت سيره المشروم ولا انا اللي قلت له حاجه، فانا ساكته عشان كده تلاقوني ساكته. انا بغرف امر بغرف. انت بتفضحينا قبل الهوا. ايه ده وما ينفعش ده؟ انت عارف بقى انا مشكلتي ايه؟ انا عمري ما اشرب ال. مشكلتك ايه؟ ال بتاع ده. ليه بقى؟ مش عارفه تغرفي؟ لا عارفه بس عايزه كلينكس علشان انا ضغطي واطي اصلا. فبالنسبه ايه بقى اللي بيعلي الضغط؟ الضغط انت حاجه حادقه؟ انا؟ الله يسامحك. حسب الله ونعم الوكيل. يلا اعرض لنا بقى الشوربه. بطل بقى. انا برضه كده احنا هنروح في داهيه.
مبسوط قوي عشان انت اللي جايب لي الضغط. والله ما جبت لك حاجه خالص، والله باجي ايدي فاضيه. اجي انا اقول لك اديني مصحف جاي بايدي فاضيه. على فكره البتاع ده تقيل، عايزين حبه ميه. حلو قوي كده، عايز ميه ثانيه؟ لا يعني بقى بس هو خلاص. حلو كده، يلا افرش لنا بقى البتاع. افرش لي كمان قبل ما انا احط الكوبايه دي، في كوبايه اللي ناقصه اهو. يلا عشان هناخد ولا ست الكل. استنى يا سلام، ما تغب يا شيخه وتخلصي. جت خلاص على ده، خلاص انا ديني خلصت، لوشت الدنيا. هات وادي الشوربه، شوربه البصل بالهنا والشفا كده. ده مطبخنا النهارده، شوربه بصل والكمونيه الموجوده معانا وفتت المكدوس. خدي والعصير حبه بقدونس على الكركديه والكركديه بتاعنا. وانا وشفشفيني هنطير زي العصافير. باي باي، جيف مي فايف.